قبلت منك زواجها زواجها لنفسي لنفسي على كتاب الله تعالى على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على الصداق المسمى وعلى الصداق المسمى بيننا. قال ربنا وقال ربكم ادعوني استجب لكم بدعوة صالحة من أحد الحضور رجل كان أمراه من قلبه فبسبب الدعوة يسعد الزوجان سعادة لا يشقيان بعدها أبدا. ندعو مخلصين من قلوبنا قائلين بارك الله لكما بارك الله لكما وبارك عليكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وجمع بينكما في خير اللهم بارك لهما اللهم بارك لهما وبارك عليهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير واجمع بينهما في خير وارزقهما الذرية الصالحة وارزقهما الذرية الصالحة وصل اللهم وسلم وبارك على كتبوا كتابك يا ناقة وتعين.